مين اللي قال اللي اتكسر ما يتصلحش؟ الجملة دي كانت البداية، لما قلنا لنفسنا ليه اللي اتكسر ما يتصلحش؟ طب حتى لو مش هينفع يرجع زي الأول، احنا نقدر نخليه أجمل كمان من الأول. وطبعا في حاجات كتير قوي بتتكسر، بس احنا بقى ركزنا على ايه؟ ركزنا على البواقي اللي بتطلع من قطع الأحجار الطبيعية ومن صناعة الأحجار الغير طبيعية. الحاجات دي بتطلع هوالك كتير قوي من قطاعات غير منتظمة من الأحجار دي، في منها ساعات بيكون سليم وحاجات تانية بتكون مكسورة. مش بس كده، احنا كمان ركزنا على هوالك صناعة الزجاج. صناعة الزجاج بتخرج هوالك كتير قوي، من بواقي تقطيع لألواح الزجاج أو تجارب زجاجية بتبوظ في الفرن ومش بتطلع بالنتيجة والشكل المقصود. وبعد ما شفنا هوالك الأحجار وهوالك الزجاج قدامنا متكسرة، بس لسه ألوانها فيها، لسه ألوانها الزاهية مديها برضو جمال، وعشان كده قررنا نوظف الهوالك دي في صياغة الحلي. وهو ده كان التحدي، إننا نعمل أكتر منتج بيحتاج قيمة جمالية عالية من هالك أو كسر. والحمد لله قدرنا فعلا نطلع قطع حلي بتصميمات متنوعة وجميلة من خلال توظيف هوالك صناعة الأحجار وصناعة الزجاج مع أسلاك وشرايح النحاس بالإضافة كمان للريزة. ومن أجمل ما في الفكرة دي إنها تقدر تستمر كمشروع صغير، مشروع يطلع لنا حلي بتصميمات متميزة ومنافسة. وفي الحالة دي هيكون المشروع عاد بالنفع مرتين، عاد مرة على صاحبه بالربح، ومرة تانية عاد بالنفع على البيئة لما خلصها من هوالك الصناعة. هوالك الصناعة اللي بتشكل عبء كبير على البيئة وبتتسبب ليها في أضرار ومخاطر كتير، وبنضطر نصرف عليها فلوس كتير عشان نقدر نتخلص منها. وهنا بتيجي أهمية فكرتنا دي وأفكار تانية زيها كتير بتحول هوالك الصناعة لمنتجات صالحة للاستخدام، لأنها بتخلينا نتخلص من هوالك الصناعة دي حاجة ببلاش كده زي ما بيقولوا، لأن اللي احنا صرفناه عشان نحول الهوالك دي لمنتجات بناخده مرة تانية من بيع المنتجات دي وفوقيه زيادة كمان ربح، وزي ما قلنا هيبقى ساعتها عادت علينا بالربح مرتين، مرة لما خلصتنا من الهوالك اللي هي هم تقيل قوي على البيئة، ومرة تانية لما ادتنا منتجات نفعتنا بالاستخدام ونفعتنا بالربح.